بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الحادي عشر من الفصل السابع لمقرر نظم التشغيل. وفي الجزء ده يا جماعة هنتكلم عن كوست أوف ميل وير، تكلفة الميل وير اللي هي البرامج المضرة، وكمان هنتكلم عن مثال عن الويندوز إكس بي. طب نشوف مع بعض. بنقول كوست أوف ميل وير، تفتكر يا جماعة البرامج المضرة ديت هل كلفت العالم ماديًا؟ هل كان لها تأثير مادي على العالم؟ بيقول آه. بص على الجدول اللي معانا ده كده يا جماعة، بيقول لك سنة 95 كانت تكلفة الايه هذه البرامج المضرة على العالم 500 مليون دولار، يعني قدرت تخسر العالم 500 مليون دولار. بص كده معايا سنة 2005 على سبيل المثال، بقول لك قدرت تخسر العالم 14.2 من 10 بليون دولار. شايفين الفرق يا جماعة؟ إذا كل سنة كانت بتزيد التكلفة والضرر اللي بيلحق بالعالم منين؟ من الميلوير. طب ناخد مثال بقى على ويندوز اكس بي. بيقول في الويندوز اكس بي في نوع من انواع الحمايه، ايوه. طب ناخدها كمثال، بيقول لك في، طبعا انت عارف ان الويندوز اكس بي بيوفر ما يسمى بالاكونت او الحساب، يعني كل يوزر له الاكونت الخاص به هو، وكل يوزر له الاي دي الخاص به هو معايا. واثناء ما انت بتدخل بالاكونت بتاعك بايه، بيحقق لك ما يسمى بالسكيورتي اكسس توكن، او حلقه الايه، حلقه الايه، الحمايه والامان، السكيورتي اكسس توكن. جميل. اذا احنا بس بناخد مثال الويندوز اكس بي ممكن يحمينا ازاي. بيقول لك بيوفر لك اكونت اي دي ومسمى بايه، بالسكيورتي اكسس توكن، حلقه الامان والحمايه. طيب وايه كمان؟ بيوفر ما يسمى بالسبجكت موديل، او ها نموذج الايه، الموضوع. يعني ايه نموذج الموضوع؟ بيقول لك انت دخلت كيوزر اهو، ها كمان هنعمل لك ايه، هنعمل لك امان وحمايه على الموضوع اللي انت داخل عليه. يعني ايه؟ يعني انت دخلت على ابلكيشن معين، اه هيبقى الامان والحمايه على الابلكيشن زائد اليوزرز اكسس توكن اللي هو ايه، حلقه الامان والحمايه الخاصه بهذا اليوزر فقط. يعني لو انت عايز تدخل على الوورد او الاكسل هيعمل ايه، هيفتح لك الابلكيشن والامان والحمايه بتاعتك هيبقى عباره عن التوكن بتاع اليوزر زائد الابلكيشن اللي انت فاتحه معايا. بيسموا الموضوع دوت السبجكت ايه، موديل، او نموذج الامان والحمايه على الموضوع اللي انت، ها اللي انت مهتم بيه. ايه كمان يا جماعه؟ بيقول لك كمان بيعمل ما يسمى بالاتريبيوتس، الصفات على المكونات بتاعته، بحيث بيبقى الصفات ديت نوع من صفات الامان والحمايه على هذا المكون. ادينا مثال، المثال مثلا لما يكون عندك ملف فايل، مش كده؟ الفايل دوت بيبقى عنده اتريبيوتس لها نوع من خصائص السكيورتي، الامان والحمايه. يعني مثلا يقول لك ايه؟ يقول لك الفايل دوت مسموح بالكتابه عليه بس، او بالقرايه عليه بس، او غير مسموح مثلا بايه، لا بالكتابه ولا بالقرايه. يبقى اذا بيبقى عليه ما يسمى بالاتريبيوتس، تمام؟ والاتريبيوتس اللي لها مواصفات الامان والحمايه ايه، يتم تعريفها بما يسمى بالسكيورتي ديسكريبتور، او شارح، او ايه، مواصف الايه، الايمان والامان والحمايه معايا. طب اذا هذه الاتريبيوتس، هذه الصفات تقدر تدي صلاحيات ليوزرز في نطاق محدد على هذا مثلا الملف معايا. جميل. اذا والذي ينطبق على ملف واحد ينطبق على عدد من الملفات، او ينطبق على عدد من الاوبجكتس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.